محمد، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ صلاتي وفي قعودي وفي قيامي، ربنا يوفقك ويبعث لك يا رب ويرزقك البلد. يعني انا بطلع وبشوف ايام ما كنت انت هنا كان وضعك، كنت تطلع كل يوم من الدار وتروح على غزة، وتأجرت في غزة، ويعني انت دائما بحلم فيك في الليل، ودائما بخش على غرفتك بشوف اواعيك وبتذكرني فيك. هلا يعني لو تيجي انا بقول هان، يعني انا بكون كمان الوضع كتير افضل واحسن لك هان بين اهلك، لان وضعنا يعني احنا محتاجين نكون كلنا متكافئ، يعني كل لهيتنا مربوطين مع بعضنا. طب احنا محتاجين ان يعني محتاجينك تكون جانبنا. بضلش في حاجة، فالواحد يعني في النهاية والبداية ده احنا مكلين شاربين نايمين والحمد لله وخير كثير. أمورنا ماشية الحمد لله. أحمد، أحمد شوف في مية؟ لا لا فيش مية. فيش مية. إسرائيل بتيجي، الجرافات الإسرائيلية بتيجي في الزيتون، نتعب عليه وبنسقيه وبنربيه زي ما نربي ابننا الصغير. جرف هو الحين ما في زيتون، ما في شجر، ما في فراخ، المنطقة كلها تجرفة. ليش ما بنعرف؟ هذا احنا بنعيد زراعتها تاني، بنتحداهم وبنعيد زراعتها تاني، وبيجوا هم بجرفوها كمان مرة. لازم نعيش، هذه أرضنا، هذه أرضنا.
الوضع يا عم محمد يعني متأخر يعني ومتهاجر يعني راح سنة 22 نفر يعني فقط الدار يعني ولا شغل ولا حاجة يعني لا مساعدة من يوم ما تيجي من هنا ولا من هنا يعني. وجوزك؟ قاعد لا بيشتغل ولا بعيد ومع غضروف هاي بدي يعني عملية قاعد يعني بيمشي نتف نتف يعني العكاز. وفيش عندك دخل ولا عندك لا فيش دخل لا من يوم ما تيجي مساعدة من هذا ولا من هذا دخل. وهو كم واحدة متجوز؟ ثلاثة يعني الكل بقعد على شقة وبياكل. الله بعد ما بنجيب لهم صحن فول ولا صحنين فول يعني انت حاجة يعني لا 22 نفر 23 نفر يعني مقزير. بقعدش يصرخ بقعدش يزعق بقعدش يعني صراخ صراخ بصرخ يعني من يوم ما يزهق بصرخ يعني. مش قادر هو يلبي احتياجاته؟ لا في احتياجات يعني المدارس بيجي 15 نفر مدارس. طيب لما واحد مثلا يمرض او واحد يعني بقدروا على الدكتور او اي حاجه كيف ما انا بروح على المستوصف يعني الواحد يعني ما بكون مع اهل واحد وما بكون مع اهل بتتداير من اي واحد بتروح على المستوصف هنا او على الدكتور كمان هنا يعني بصبر الدكتور كمان. ان شاء الله بصير خير ان شاء الله بس يكون في عنا مساعدات بصير في عنا سلطة الخضرة بترجع تاني فتحنا يعني على وشك ان شاء الله في اول رمضان بتبدا بنسجلك زي السنة اللي فاتت وبتمشي الامور ان شاء الله باي مساعدة بوعدك انه احنا في حالة سهلة. الله على مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. كلكم تشربوا قهوة غير أنا؟ أحمد أحمد تعال حط مية حط حط تلقى تحت العجين هذيك الخيشه بين هذيك في واحده ثانيه غيرها and accept the crime. نتوقع من إسرائيل إما أن تعتذر وتقر بالجرائم التي ارتكبتها ضد قافلة الحرية أو أن تقبل بتحقيق دولي، وأعتقد أن هذه مطالب عادلة من قبل تركيا. وإذا لم تلتزم إسرائيل بأي من هذين الخيارين فإن تركيا بالطبع كدولة محترمة وأمة ذات سيادة وكرامة لديها كامل الحق في اتخاذ اللازم لحماية حقوق مواطنيها. قررت المحكمة الدستورية التركية
البسكوت هذا يا جماعه اشتريته من عند مجدي. بس هذا من البضائع اللي دخلوها اليهود زمان له في السوق. ايش مخطط يا عبده؟ بدي اطلع برا غزه. ليه طيب؟ فلس عاطل. ما كل غزه يا انسان. ما كل غزه كل شيء مفلسه مش لاقيته. ما هي معاهم شهادات ومخلصين دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودكاتره وقاعدين هنا. يا قلت من وين بدك تجيبهم؟ بندبرهم بكره راح اشتغل في الانفاق. ولن... بيجي فوق ال 100 شاب. شو 100؟ شو 100 ولا 250 ماتوا في الانفاق؟ 250؟ اه، اشي بالكهرباء واشي هال عليهم واشي خنق واشي حرق. اذا الناس الشباب بيروحوا من هان بيكونوا عارفين انه في شغل لهم هناك متعاقدين يعني قبل ما يروحوا بيلاقوا مشاكل وبرجع، فما بالك انت اللي رايح من غير حاجه. اي في واحد سافر على اسبانيا، هذا واحد من هان سافر على اسبانيا واتصل بمحمد قال له الو محمد دور لي شغل، دبر لي شغل الله يرضى عليك. هذا حياتك كنت حر فيها. اليهود جرف اراضينا واللي كنا نشتغل فيها مزارع الفراخ راح، والزيتون اللي كنا ناكل من وراه راح، والصبر اللي كنا ناكل من وراه راح، ورابيش المي التفتوف ما ضلش كلها راح. حمامات البندوره اضل ايش اعملها؟ اروح ازرع حمامات بندوره ثاني ويجرف ثاني اليهود يجرفون ثاني. روح زيك دور على الكفر. ان شاء الله بيصير في سلام. ولا عمره بيصير سلام. ان شاء الله ما عمره صح. الكهرباء بتكون قاطعة وبجيب ال في الضواء وهذول البضون وبقرأ قرآن وبدعي ربنا إن شاء الله يراجعك بالسلام. الله كريم يستجيب الدعاء. لا مش قوم مش قوم. هذا هي حياتنا.